السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشرح النهاردة برنامج مهم جدا في عمل المونتاج. البرنامج ده اسمه كامتازيا أو كامتازيا، تمام؟ تعال نتعرف على البرنامج ده إزاي، أو يعني إزاي نتعامل معاه. تعال نشرحه واحدة واحدة كده، تمام، عشان نعرف نمنتج عليه. بداية هنفتح البرنامج، نضغط ضغطتين كده، تمام. بعد كده لما نعوز نحمل الفيديو اللي هنشتغل عليه، بتضغط على import media، او ممكن تضغط على حاجة تانية، تضغط مثلا كليك يمين وهتضغط برضو هنا على import media، تمام. هنضغط هنا مثلا، تمام، ونبدأ نحمل الفيديو عشان نشتغل عليه، وليكن الفيديو ده. نضغط ضغطة واحدة، بعد كده اوبن، تمام. الفيديو ظهر لنا هنا زي ما انتم شايفين كده. نجيب الكرومة الخضراء، نضغط كليك يمين، امبورت ميديا برضو، تمام كده. نختار الكرومة من اللي عندنا ديت، ولتكن ديت، نضغط ضغطة واحدة، بعد كده اوبن، تمام كده. بعد كده هننزل الفيديو ازاي على البرنامج. هتضغط، توقف عليه كده، تضغط كليك يمين، هيظهر لك قائمة مكتوب فيها في الأول كده add to timeline، هتضغط عليها، تمام، اهو ظهر. سنزل فين الفيديو هنا، تمام كده. بعد كده عاوزين مثلا نعلي الصوت، نعلي ازاي؟ طبعا نسمعوا الفيديو الأول، صوت الفيديو. بلاش وانت صايم تتمضمض كتير وتطول علشان ما تفطرش وانت مش واخد بالك، تمام. عاوزين نعلوه بقى، نعلوه ازاي؟ خليك معايا. هنروح عند علامة السماعة ديت، ماشي، نضغط عليها، نضغط على كلمة ميكس عشان الصوت يشتغل في الاتجاهين، وبعد كده بنعلم من هنا مثلا لحد 200 او 200 مثلا و8، تمام. نيجي نشغل تاني هنلاقيه اعلى. حقنة الوريد أو العضل، حقنة الوريد أو العضل ما بتفطرش ما عدا لو كان التغذية مكروه لك، تمام كده. لو عاوزين نشيل النفس، نشيله ازاي؟ بس خليك معايا، بتمد ده كده، النفس بيظهر اكتر، بس بيظهر اكتر، تمام كده. نشيل النفس ازاي؟ هنقف مثلا على النفس مثلا اهو، صغر شوية، تمام اهو، جماعة تمام، مشكلة جماعة، تمام. تيجي تقف هنا كده، تمام، وبعد كده كليك يمين وهتطلع عند كلمة ايه؟ قط. دي كلمة ايه؟ قط كده. لما تضغط على كلمة قط هتلاقي الاتنين هنا، يعني هتلاقي مكان القطع هنا لحم كأنه متخيط، تمام، غير ما تعمل مثلا ديليت او تعمل حاجة تانية. ده افضل حاجة تعمل قط، وهكذا. لو عايز تشيل النفس من الريكورد كله تعمل نفس النظام كده. بعد كده مثلا عاوز ترجع من الاول تضغط هنا، عاوز تروح في الاخر تضغط هنا، تمام. عاوز مثلا احط مؤثر من المؤثرات، احط مؤثر ازاي؟ هنيجي هنا عند الاوديو افكتس، تمام، لا عفوا الفيجوال افكتس، على كل المؤثرات، تمام. انا عاوز بس نحط مؤثر من المؤثرات ديت. وانا برضو لو عاوز نختار مؤثرات معينة ونحفظها في مكان معين، بحيث لما اعمل فيديو، لما منتج فيديو ارجع للمؤثرات اللي انا عاوزها ما توفش في المؤثرات دي كلها، بنعمل كده. نختار المؤثر اللي انا عاوزه مثلا، وليكن المؤثر ده، دي واحدة مثلا، وليكن المؤثر ده، تمام. نخلوه عن مثلا عن المفضلات، بتاعت المفضلات اللي هي الفافوريتس، بس لما اضغط عليها الاقيها. هتضغط هنا،
كليك يمين، بعد كده تضغط على Add to Favorites. كده انت ضفت المؤثر ده هنا، اي مؤثر بقى عايز تضيفه نضيفه اهو ظهر هنا معانا. تمام، طبعا معانا مؤثرات اهيت. نضيف المؤثرات ازاي بقى؟ بتشد المؤثر كده، بتقف عليه، تضغط كليك شمال، تمام، وتشد. المؤثر ظهر هنا، تمام، شغل كده. بلاش انت صاير تتبطل كتير وتطول، تمام كده. ده ايه المؤثر، عاوز تطول المدة بتاعته، تمام، دي واحدة. تدخل ضغطة ويظهر باللون الأصفر، بعد كده بتشده كده، تمام، فالمدة بتاعته بتزيد. تعالى كده نجرب اهو. بلاش وانت صايم تتمضمض كتير وتطول علشان ما تختارش، تمام. عاوز تصغر المدة بتاعته هكذا، تمام. طب انا عاوز احط مؤثر هنا مثلا في المكان ده، بس مش هينفع، ولكن عشان ينفع لازم تضغط عليه بالموس. تضغط ضغطة كده، تروح على الموس ده تقطعه، لازم تعمل قطع هنا عشان تحط المؤثر، تمام. الموس اهو، تضغط هنا كده كده. ايه احنا ايه عملنا عملية ايه قطع، حتى اهو بص معايا اهو، تمام. انت كده عملت عملية قطع، لو جيت تحط المؤثر هيتحط كده، تمام اهو كده. طب لو انا عاوز احطه هنا لازم اقطع برضه. طب لو ما قطعتش، تعالى احط كده، مش هتحط. حط المؤثر اهو، اهو ما رضيتش تحط ليه، لازم تقطع بالموس كده اهو. تمام، عاوزين نحط مثلا عندنا انترو او مقطع فيديو مثلا معين، عاوز احطه في ايه، في نص مثلا الفيديو ده او في جزء من الفيديو، بتعمل ايه؟ بنفس النظام مثلا، هتحط مثلا عاوز تحطه هنا او هنا مثلا، عاوز تحط هنا مثلا، تمام، عاوز تحطه في المكان ده، هتعمل ايه؟ تضغط ضغطة كده، ماشي، تعمل سيلكت، وبعد كده تضغط على الموس تقطع، قطعت كده، تمام. وعاوز تحط مقطع فيديو اضافي مثلا، بتشد دي كده، تمام، وتجيب الفيديو اللي عندك تنزله هنا بس كده، ويبقى كده انت ايه اضفت الحاجة اللي انت عاوز ايه تضيفها، تمام كده، تمام. طب عاوز اشيل مثلا صوت الضجيج، في دوشة وانا مثلا بسجل الفيديو، كان في صوت اطفال، في صوت عربيات، في دوشة حصلت في الفيديو، بنشيلها ازاي؟ خليك معايا. طبعا يفضل انك تشيل الضجيج قبل ما تعمل القصات ديت وتحط المؤثر، قبل ما تحط المؤثرات، قبل ما تحط تعمل كل حاجة، شيل الضجيج. الضجيج نشيله ازاي؟ طبعا بنحدد كده، تمام، ونروح عند اوديو افكتس، ونيجي عند نويز ريموفال، تمام، نوقف عليها ونضغط كليك يمين، تمام، نضغط على Add to Selected، تمام، وظهرت معانا هنا بيانات. البيانات ديت تشتغل عليه، تمام، مثلا تخليها مثلا -10 مثلا، ودي مثلا نخليها 17 أو 18، تمام، وتيجي تشغل هي واحدة بس. بلاش وانت صايم تتمضمض كتير. بص الدوشة راحت كده، الايه الضجيج انشال، تمام. كلمة بروبرتس، بروبرتس ديت الخصائص، لو ضغطت عليها كده البيانات بتروح من هنا، عشان اللي مش لاقي البيانات ولا حاجة ازاي ارجعها تاني، بص هنا هتلاقي كلمة بروبرتس، تضغط عليها ترجع لك تاني، تمام كده، حتى اسمها نويز ريموفال، تمام. طبعا انت لو عاوز تشيل حاجة انت حطيتها، تمام، يعني مثلا ايه، هنحط مثلا مؤثر ونشيلوه، عاوزين احنا حطينا مؤثر وما عجبناش المؤثر ده وعاوزين نشيلوه، مش عاجبنا مثلا، نشيلوه ازاي؟ خليك معايا. مثلا حطينا مؤثر، نحط مؤثر مثلا، تمام، ماشي، ناخد المؤثر ده مثلا، تمام كده اهو، ده المؤثر عاوزين نشيلوه، ما عجبناش مثلا عاوزين نشيلوه، نشيلوه ازاي؟ لازم تصوموا بعد رمضان، تمام،
هتيجي هنا على السهم ده وهتضغط عليه اهو كده. ايه كده انشال خالص. طب احنا قصينا بالموس هنا، عاوزين نشيل القصة دي اهو نفس المكان على السهم ده، تمام كده رجع زي الاول. تمام، برنامج سهل وجميل جدا، من اجمل البرامج اللي ممكن تمنتج عليها فيديوهات جميلة. لو انت يوتيوبر ومحتاج برنامج يظبط لك فيديوهاتك، عليك ببرنامج كامتازيا، برنامج جميل جدا جدا جدا. تمام كده. ازاي بقى نحط الكرومة الخضراء اللي هي العلامة بتاعت الاشتراكات، اللي تدوس اشتراك اعمل لايك. تمام، ازاي نحط الكرومة ديت؟ تمام، طبعا احنا ضفناها هنا في الميديا، موجودة معانا هي. عاوز احطها هنا مثلا، تمام، اي مكان بقى انت عاوز تحط فيه الكرومة. تمام، بتحطها بسهولة جدا، توقف العلامة دي كده مثلا، عاوز نحط الكرومة دي هنا. تمام، باجي كده اقف عليها اعمل كليك يمين، بعد كده اد وتايم لاين اهي، وجدت هنا موجودة. تمام، طب عاوز اشيل اللون ده، شو اللون الخضر اشيله ازاي؟ هتيجي عند فيجوال افكتس اللي هو المكان بتاع المؤثرات، تضغط عليها كده وهتنزل تحت، هتلاقي كلمة ريموف اكالر، بتقف عليها وتضغط برضو كليك يمين، تضغط على اد تو سيلكتد. تمام كده اهي البيانات اهي ريموف اكالر، البيانات ظهرت هنا. نعمل ايه؟ هنيجي عند دي كده العلامة دي، تمام، ونشدها كده لحد اللون ما يختفي. تمام خلاص. طب عاوز اصغر الكرومة، الكرومة موجودة عاوز اصغرها، افضل اصغرها كده، شد كده لحد ما اصغر. تيجي نجرب بقى. اما لو احتلمت وانت نايم وقت الصيام كمل صيامك مفيش مشكلة، لو رجعت غصب عنك عادي. سهلة جدا صيامك، اما لو رجعت متعمد انت كده فطرت. تمام كده. طيب انا عاوز اشيل الصوت، الصوت اللي في الكروم لما يضغط على اللايك او الاشتراك بيعمل انت صوت. نايم وقت الصيام كمل تمام، صيامك. عاوز اشيله، بروح هنا برضو عند العلامة دي الخاصة بالكرومة واعمل كده، بتختفي خالص. تمام، تيجي نشغل بقى تاني اما لو احتلمت وانت نايم وقت الصيام كمل صيامك الصوت مفيش مشكلة، لو رجعت غصب عنك كده. ايه، مفيش صوت. برنامج سهل وجميل، اشتغل اشتغل فيه بنفسك، هتتعلم حاجات كتير، في حاجات ياما كتيرة، حاجات ياما جميلة. اشتغل بإيدك هتتعلم عليه حاجات كتير احنا ممكن ما شرحناش هنا، بس هو برنامج سهل جدا وبالسهل انك تتعلم عليه. تمام كده. طيب انا عاوز اعرف ازاي اصدر الفيديو بقى، عاوز اعرف ازاي اصدر الفيديو. هتيجي عند كلمة اكسبورت، تضغط عليه هيطلع لك كلمة لوكال فايل، هتضغط عليه. تمام، هتيجي عند السهم ده عشان تختار الجودة، تختار مثلا في معاك 720، معاك مثلا 480، معاك مثلا 1080، تضغط على 1080. تمام، 1080. بعد كده هتنزل على كلمة نيكست. تمام كده، طبعا هتكتب هنا، هشيل الأول. تمام، اكتب مثلا، هنكتب مثلا مفترات الصام اسم الفيديو. تمام، وهنيجي هنا عشان نحفظه بقى على الايه، الكمبيوتر او اللاب ايا كان الجهاز اللي انت شغال عليه، تضغط هنا. تمام، مثلا انا هحفظه هنا. تمام، تضغط كلمة سيف. خلاص، بعد كده بتضغط على كلمة فينيش. تمام، طبعا عشان هو متسطب قبل كده متحمل الفيديو ده، فهو ايه، انت بقى هتلاقي يظهر عندك كلمة رقم، يعني مجرد ما تضغط على كلمة فينيش خلاص هيتحفظ عندك. تمام، وهيبدأ يعد، هيبدأ يدي كده. تمام، لحد ما يوصل 100%، وخلاص كده انت كده ايه، منتجت الفيديو وحفظته على الجهاز عندك. لو عجبك الشرح ما تنساش تضغط اشتراك وتعمل لايك، وانتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى